مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في زينو هما. اليوم جبت لكم بنيون بالكابخيز. البنيون فيه كيلا كاوكاو، كيلا غاطو، كيلا غوفريت، مغرفة زبدة، ونديروا لها شوية حلوة بالترك. توما واش تحبوا؟ كاين اللي يحب بزاف حلوة بالترك، كاين اللي ما يحبش. نبداو بسم الله، خاطش حلوة بالترك حلوة بزاف. نديروا الكيلا تاعنا تاع الكاوكاو، ونزيدوا كيلا تاع الغاطو، وكيلا غوفريت. نزيدوا لها نص مغرفة تاع زبدة، ونديروا حلوة بالترك هكا. نقبضوها هكا ونديروها هكذا. هايلك ندخلو كامل كيف كيف المقادير تاعنا، ونبلوه بالكابخيز. تعرفوا بالكابخيز يعطينا واحد البنة واو روعة هكذا. هذا بنيون عصري، شتو بكري كان البنيون نبلوه بالحسيلة كان يجي حلو بزاف، وكاين اللي يبلوه بالشيكولا، وحنا اليوم جبنا لكم وصفة تتبل بالكابخيز بنا طبع اخر. هاي اللي كرانا دخلنا كاع المقادير، مام الزبدة دخلناها في الكاطو والكوفريت هكذا. قبل ما نديرو الكابخيز نديرو الشيكولا دوبنا. نديرو الشيكولا تاعنا تذوب بالخف، خاطش نديروها في ليمول تاع السيليكون. دوك تشوفوا معايا خطوة بخطوة هكا شوي، ودوكا نبلو بالكابخيز. كيما قلت لكم الكابخيز يعطينا ذوق رائع. نبداو غير بالشوي، نديرو المغرفة الاولى والمغرفة الزوجة، هاكا بيدينا دايما حتى تولينا عجينة، تولينا اون بات تاع البنيون. بنيون فيه انواع، كل واحد وكيفاه يديرو، كل واحد كيفاه يحب الوصفة. بصح انا ننصحكم هذه الوصفة تاع الكابخيز تجربوها، لا خاطرش تجي بنينة وما يجيش حلو بزاف. نزيدو غير شوية نزيدو مغرفة هكا باش تتلم. هاوليك تلم، تلمت لاباط تاعنا. كي نديرو كي نلموها هكا دايما نخليوها تريح هكا ربع ساعة عشر دقايق باش تصيب روحها. كي تعاودو توليو ليها تصيبوها مشدودة شادة روحها باش تنجمو ديروها في ليمول. هاي الكلابات تاعنا اي وجدت. درك هذه الشيكولا كي تذوب، كي تذوب الشيكولا تاعنا
مازال ما ذابتش، خليوها تذوب ونجيو لهنا. هاكا كيما قلت لكم شيكولا نديروها لهنا، هاكا نخدموها كامل، ديموليوها نموليوها في المول هذا، ومن بعد نحشيو البنيون تاعنا، نديرو لاباط تاعنا اللي خدمناها. هاي ذابت الشيكولا تاعنا، هاي ليك، نديرو لها مغير فازيت هكا، ما نكسروش الزيت تاعنا، ونخدموها هكا. نفتوها ندخلو مليح الزيت في الشيكولا هكذا كيما راكم تشوفوا، ونديروها في ليمول هكا. هاكا نمسحو المول تاعنا بالبانسو، يكون عندنا هاكا بانسو باش ننجمو نخدمو به اليز. نمسحو قاع هاكا المول تاعنا بالشيكولا، هذه الطريقة نديرها زوج خطرات، ندير هذا الكوش ونخليه يبرد شوية، ونعاود ندير كوش الزاوج باش تخرج الحبة فيها شيكولا من الفوق. هاكا انا نخليه يبرد ونعاود ندير كوش الزاوج، ومن بعد بعد الفاصل نوليو نديرو لاباط تاعنا تاع البنيون. هاي ليك الشيكولا تاعنا ينشفت، ودرك نديرو لاباط تاع البنيون تاعنا هاكا ندخلوها. شوفوا هاكا ندخلوها مليح لداخل، راني دايره لها دو كوش تاع شيكولا. نزيدو، شتو لاباط كيف راهي تبان لكم كتم بالكابريز؟ الوغ لا ذوقوها. هاي ليك بالخف، حاجه خفيفه وماشي تحفوغ، ما تطيب وما تدي وقت، ميم تجيكم كونتيتي، هذه الكيلة كيلة تجيكم كونتيتي لاباس. دوكا شوفوا كيما راني دخلتها هكا، نعاود نشكها في الفريغو بعد ما تشد غير شويه روحها، هذاك الكراميل شويه يشد روحه، نعاود نديموليها، حاجة سهلة. أنا جبدناهم من الفريقو ونبداو غير بشوية هكا كيما راكم تشوفوا، نديموليوهم غير بشوية. هاي ليك كي ينقسموا ماشي حاجه نورمال عادي. هاي ليك، ومن بعد هذا كاع يتغطى بالكراميل، كراميل
كابخيز. شوفوا كيف تجي الحبة هايك. بعدو هادو نحطوهم تجي. نديرو الكابخيز تاعنا في اون بوش، دايما نخدمو هكا هكا بلا بوش، خير ملي ديرو بالمغرفة تغنتقو الحبة كشغل تخسروها تفسدوها تخرج حبة مقيقية. هاك فوالا، هكا شوفوا كيف نعمرها، نعمر حبة البنيون تاعنا بالكابخيز. هكا كما قلت لكم هذا البنيون يجي خفيف. انا فضلت ندير اللمع، درت له شويه ما زهر. انا فضلت ندير اللمع هكا في الشيكولا. شوفوا كيفه زينتو هذا اللمع، عندي له غير شويه ما زهر باش يولي ليكيد، خاطر انا عندي بودخ هكا. وندير له ورق مجفف كيما حبيتو، تحبوا ديروا لوزيفيلي، تحبوا ديروا كاوكاو، تحبوا ديروا لي زيستراس هكا عقيق شات دوغي ارجون كيما حبيتو. انا نفضل ندير ورد مجفف خاطر يعطينا نظره شابه في الحلوه. شغل دائما نكاسيو حلوتنا بالغوز كلير ولا غوز فونسي. هاي لك الحلوه تاع اليوم، شوفوا راني كملتها. هذا هو البنيون تاع الكابخيز، نتلاقاو في طاولة التقديم. مشاهدينا الكرام، هاوليك البنيون تاعنا تاع الكابخيز، ان شاء الله تكونوا دونتوا المقادير. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.